عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حضراتكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. طبعا زي ما تابعنا الظروف الأخيرة والقرارات الأخيرة برضو اللي حصلت في الجامعة بما يخص معظم الشباب عندنا وما يخص الدراسات العليا، زي ما عرفتوا طبعا إن احنا لغينا الجزء الخاص بأعمال السنة بالمترم. فبإذن الله امتحاناتنا هتبقى كلها الفاينل إن شاء الله من 100 ماركس أو 100. الجزء بتاعنا كورس الـ Operations Management وبقية الكورسز عامة هنبدأ نحول، طبعا نحول كله إلكترونيك، يعني عشان بس نوصل لحد الأدنى اللي نقدر نتفاعل مع بعض فيه. طبعا احنا عارفين كنا شغالين مع بعض Interactive Lectures وبنشتغل وبنحل، فأز وي كان طبعا هنحاول يعني نوصل لأعلى benefit ممكن نحققها مع بعض في كورس الأوبريشن برضو، لأن طبعا احنا عارفين إن المادة بتاعتنا عملي ومحتاجة ابلكيشن كتير، محتاجه نشتغل على بروبلم كتير. فهحاول انا اعمل حاجات او ليكتشرز رئيسيه او فيديوز رئيسيه نشرح الفكره بتاعت كل نوع من التوبكس او البروبلمز، واحاول اعمل حاجات اكسترا بقى فيها ابلكيشنز اكتر وفيها بروبلمز اكتر. ده احنا كده كنا اشتغلنا مع بعض على الجزء الاولاني اللي كنا محددين ان هو يدخل الميد تيرم. كنا عملنا كفر لاول توبك اللي هو انتدكشن للبرودكشن اند اوبريشن مانجمنت، اتكلمنا فيه على الكونسبت بتاع الاوبريشن مانجمنت واهميتها ايه، والتايم كريتيكال ديسيجن اوف اوبريشن مانجمنت، وفرقنا بين الجودز والسيرفيسز وازاي ان الاوبريشن مانجمنت بتكفر كل التو سيكتورز المانيفاكتشرنج والسيرفيس. كمان بدنا نتكلم على اول نوع من البروبلمز او البراكتيكال اللي هو البرودكتيفيتي، وبدانا نحل عليه وعملنا عليه اكتر من نوع من البروبلمز. بعد كده عملنا شفت للسكند توبيك، اتكلمنا عن الفوركاستنج مودلز. بدأنا الأول بجزء theoretical بسيط كده يعرفني ايه هو الفوركاستنج وأنواعه وأهميته الستبس بتاعته، وبعد كده عملنا شفت على البروبلمز الخاصة بالفوركاستنج كل أنواعها والتكنيكس اللي بتعملي ميجرينج للفوركاستنج. بعد ما خلصنا الجزء ده وحلينا بروبلمز برضه مختلفة على الترانسبورتيشن، ورجعنا على الجزء ده وخلاص عشان ده الجزء الخاص بالميد ترم. كويس ان احنا اخر مره برضو خدنا لكتشر اكسترا وسبقنا بجزء من التوبكس الجديده الخاصه باللي كنا هنكمل فيه بعد الميد ترم، وكان الديسيجن ميكنج، واتكلمنا عن اهميه الديسيجن ميكنج موديلنج للاوبريشن مانجرز والمانجر عامه في اي سيكتور. وقلنا ان طبعا الديسيجن ميكنج موديل مهم جدا، وطول الوقت الاوبريشن مانجر انفولفد في ديسيجنز مختلفه تخص الاوبريشن وكل البروسيس اللي بيتعامل معاها. وبدانا نتكلم على 3 الكونديشن بتاع الديسيجن ميكنج اللي هي الديسيجن ميكنج under the case of certainty و under the case of risk و under the case of uncertainty. وقلنا احنا الفوكس او الكونسرن بتاعنا هيبقى التو ايشنز اللي فيهم فعلا المشاكل اللي بتظهر، لان ما فيش الافيلبل انفورميشن اللي اقدر اشتغل عليها او الداتا المتاحه. فاشتغلنا على الكيس اوف ريسك والكيس اوف uncertainty وخدنا شويه بروبلمز عليها وشويه اكزامبلز. طيب النهارده ان شاء الله طبعا احنا كل ده يبقى خلاص معانا في الفاينل، فيبقى كده معانا التوبيك الاول الانترودكشن اول نوع من البروبلمز اللي هي البرودكتيفيتي، ومعانا التوبيك الثاني الفوركاستنج الجزء الثيوريتيكال بتاعه وبلس الجزء بتاع كل انواع البروبلمز الخاصه بالفوركاستنج، وثالث حاجه كده عندنا الديسيشن ميكنج. ده ما فيهوش جزء ثيوريتيكال او ما فيهوش نظري، فهنتعامل في الديسيشن ميكنج مع بروبلمز فقط. طب النهارده عايزين نتكلم في توبيك جديد من التوبكس المهمه جدا في الاوبريشنز مانجمنت اللي احنا اتكلمنا عليها كده في الانترودكشن، هي بتاثر جدا على التوتال كوست بتاعه الاوبريشن سيستم، لان هي ممكن تمثل كوست عاليه جدا من الاوفرول سايكل بتاعه الاوبريشن، ممكن توصل لمليونز او بليونز اوف دولار في المالتي ناشونال سيكتور. فبالتالي قرار مهم جدا من الاوبريشن مانجر ازاي يختار الترانسبورتيشن سيستم بشكل صح، ازاي يحدد الباست روتس. في الاخر الاوفرول اوبجكتيف بتاع الترانسبورتيشن موديلنج تو ريتش المينيمم ترانسبورتيشن كوست. طب عايزين النهارده نتكلم ايه هو الترانسبورتيشن موديلنج، ازاي نتعامل معاه، البروبلمز اللي بتواجه الاوبريشن مانجر في الجزء الخاص بالترانسبورتيشن، ايه التكنيكس او الميثودز اللي ممكن الاوبريشن مانجر يستعملها عشان يوصل لل التوتال مينيمم ترانسبورتيشن كوست اللي عايزين نتكلم عليه النهارده مع بعض. طب الاوتلاينز اللي هنتكلم عليه في الشرط قبل كده هنبدا نعرف ايه هي الترانسبورتيشن موديلنج والانواع بتاعتها. هنبدا نعمل انيشال سولوشن ان احنا نشتغل عليه الترانسبورتيشن موديلنج حسب البروبلم اللي عندنا.
عندنا تو تكنيكس مهمين جدا في الترانسبورتيشن بيعملوا الانيشال سوليوشن بتاع البروبلم. اول طريقه عندي هي النورث ويست كورنر ميثود، وهنشوف ازاي نتعامل معاها، ولو بروبلم جات لي في الترانسبورتيشن خاصه بالتكنيك ده ازاي نشتغل عليها. تاني طريقه والموست كومن وبتدي ريزلت مور اكيوريت هي اللوست كوست ميثود. يبقى نبدا نناقش الطريقتين دول ونشوف ازاي ما نعمل لهم implementation في real problems. اخر حاجة هنتكلم على special issues في modeling، لو كيس عندي معينة جت مختلفة او مش فيت مع ال assumption بتاع transportation modeling، ازاي اتعامل معاها او ازاي احولها ل balance case اقدر اتعامل معاها as a transportation model. يبقى كده الجزء الرئيسي عندنا في الشابتر هيعلمني ازاي اعمل developing ل initial solution لل transportation models. زي ما قلت كده هستخدم الطريقتين او two techniques بتوعي، ال north west corner وال lowest cost methods. طيب والكيس التانية لو عندي كيس مختلفة او special issue في transportation، ازاي احولها لل transportation model واعمل balancing لل problem دي واقدر اشتغل عليها. طب ايه هو transportation modeling؟ زي ما احنا عارفين دلوقتي نتكلم على البيزنس عامة، المالتي ناشونال والناشونال، بنتكلم على الترانسبورتيشن سيستم بتاعهم. فممكن يبقى عندي فرايتي من الترانسبورتيشن سيستم، ان انا عندي المالتي ناشونال اورجنايزيشن، عندي فاكتوريز اورجنايزيشن في برانشز كتير جدا في العالم، وعندي ماركتس وير هاوسز في برضه اكتر من اريا في العالم. فازاي اوصل للباست ميكس ان انا اعمل بيه عمليه ترانسبورتيشن او النقل من انهي الفاكتورز عندي او من انهي سورس بروتكشن لانهي ديستنيشنز او انهي وير هاوسز او انهي ماركت، لغايه في الاخر محقق الاوفرول اوبجكتيف بتاع الترانسبورتيشن موديلنج اللي هو اللوست كوست زي ما قلت. يبقى الترانسبورتيشن موديلنج هو انتر اكتيف بروسيجرز ذات فايند ذا ليست كوست مينز اوف موفينج برودكت فروم سيريز اوف سورسز تو سيريز اوف ديستنيشن. ده الفوكس بتاعنا وده اللي هنشتغل عليه في البروبلم. يبقى انا هبدا انقل كده البرودكتس بتاعتي من sources مختلفة اللي هي بنسميها عندنا الفاكتوريز او الاورجنايزيشن بتاعتي او البيزنس ل different destinations اللي هي الجزء الخاص بال warehouses او الماركتس او هنقل البرودكت للكاستمر بتوعي. can be used to help resolve distribution and location decision. المانجر لما ياخد القرارات دي صح very accurate يخص الترانسبورتيشن هيقدر يحدد ال distribution وال location decisions بتاعت الاورجنايزيشن. Transportation modeling زي ما قلت كده محتاج 3 given او 3 معلومات مهمين جدا عشان اقدر اشتغل على اي transportation problem. Whether to use ال northeast corner method او to use ال low cost method محتاج 3 معلومات مهمين جدا. ايه هما التلات معلومات دول؟ اول حاجة او number one زي ما احنا شايفين كده ال original point and the capacity or supply for each period at each. يبقى محتاج اعرف الكاباستي بتاعت كل الفاكتوريز اللي موجودة عندي اللي هشتغل عليها. يبقى ده نمبر 1 محتاج اعرفه. يبقى عندي given من الاوبريشن مانجر بالديفرنت لوكيشنز بتاعتي او ديفرنت فاكتوريز والماكسيمم كاباستي بتاعت كل فاكتوري فيه. تاني معلومة مهمة جدا عندي الديستنيشن سبوتس او اللي هي الوير هاوسز او الماركتس بتاعتي، ومحتاج اعرف كمان مين هما وعددهم قد ايه والديماند بير بيريد ات اتش الديماند بتاعت كل يونت قد طيب تالت حاجة ومعلومة مهمة جدا هي اللي هتساعدني بقى ان انا اعمل development transportation model بأي تكنيك، هي ال cost of shipping one unit from each origin to each destination. يبقى محتاج كمان معلومة مهمة جدا في transportation modeling هي ال cost of shipping ايه per unit. انا مش محتاج هنا total cost، لا انا محتاج ال cost per unit from each factory to each warehouse أو to each market. يبقى التلات معلومات دول مهمين جدا هيساعدوني اقدر اشتغل على اي transportation problem واعمل اي model. دي الفكرة بنتكلم عنها ان انا عندي different destination وعندي different factories، فازاي اعمل المكس او الربط بين كل اللوكيشنز دي عشان اوصل لل total minimum transportation cost. طب خلينا نشوف اكزامبل اللي بقى موجود عندي. اتكلمت على 3 given او 3 معلومات مهمين جدا لازم يبقوا موجودين في اي موديل ترانسبورتيشن عشان اقدر اشتغل على البروبلم دي واوصل للايه للبيست سولوشن او المينيمم توتال ترانسبورتيشن. زي ما قلت كده اول معلومه لسه قايلينها ان انا محتاج اعرف ايه السبلاي بتاعتي او الكباستي بتاع الديفرنت فاكتورز بتاعتي
يبقى اللي هي ايه، احنا بنتكلم في الاكزامبل هنا عندنا 3 فاكتورز اللي هم اسيوم ان هم دي و فاكتوري اي و فاكتوري اف اللي هو هنا عنده فروم. طب وعندي كام وير هاوسز او كام ديستنيشن او كام ماركت هوصل ليهم ايه البرودكت بتاعتي؟ عندي برضه 3، عندي هنا ماركت او وير هاوس اي وبي وسي، يبقى كده دول اول جيفن عندي. طيب كان طالب بس الفاكتوريز والماركت او وير هاوسز بس؟ لا، في معلومه تانية مهمه ناقصه تخص ده او ده. في الفاكتوريز عايز اعرف الماكسيمم كاباسيتي اللي انا ممكن امتلكها، وعند الماركت او الوير هاوسز عايز اعرف الديماند بتاعها قد ايه. فتكمله للانفو دي لازم اعرف كمان الكاباسيتي بتاعت كل فاكتوري والديماند بتاع كل وير هاوس قد ايه. هنا قال لي فاكتوري دي الماكسيمم كاباسيتي بتاعته 100 يونت، اي 300، اف 300، and related to warehouse A ال demand بتاعهم 300 units، B 200 and C 200. طب خلي بالي معلومة مهمة قوي بقى بتفرق لي بين النورمال كيس في الترانسبورتيشن وبين السبيشال اشز، ان لازم اي ترانسبورتيشن موديلنج او ترانسبورتيشن ماتريكس تبقى بالانسد. يعني ايه بالانس؟ يعني ما اقدرش اشتغل واعمل سولفنج لاي بروبلم غير والتوتال ديماند بيساوي التوتال سبلاي. يعني لازم اوتوماتيك اول ما ابدا اشتغل على اي بروبلم ابدا اشوف السمشن بتاع الكاباسيتي او الديماند بتاع كل الفاكتورز. هلاقي هنا 100 بلس 300 بلس 300 ايكوال 700، وهنا الاقي التوتال بتاع الديماند 300 بلس 200 بلس 200 ايكوال 700. دي الكونديشن او الشرط اللي بنتكلم عنه. يبقى في اي ترانسبورتيشن بروبلم او موديلنج لازم ابدا اشوف التوتال كاباسيتي بتاعتي والتوتال ديماند عندي لازم يبقوا ايكوال. طب لو شفت بروبلم معينه، ما احنا لقينا هنا وهنا الايه، هما الاثنين كانوا ايه 700. طب لو اي بروبلم اشتغلت عليها ولقيت الحوار ده unbalanced، دي بقى النقطه اللي اتكلمنا عليها اللي هي الايه، special issues of transportation، ازاي اعيد البروبلم تاني للbalanced case واشتغل عليها. طب قلنا كده اول 2 points في الجيفن اللي انا محتاجهم موجودين، اداني الفاكتوريز والكاباسيتي بتاعتها، والدنيا الوير هاوسز او الماركتس او الديستنيشن والديماند بتاعها. طب فاضل معلومه تانية مهمه جدا قلنا محتاجينها عشان نشتغل على اي بروبلم، هي الترانسبورتيشن كوست بير يونت من كل فاكتوري عندي لكل ماركت او وير هاوس. معلومه مهمه جدا الثالثه، ان ابدا اديني الترانسبورتيشن كوست بير يونت من كل فاكتوري لكل وير هاوس موجوده عندي. يبقى بدا هنا يديني لو هنقل يونت واحده من فاكتوري دي لوير هاوس اي الكوست بتاعتها 5 دولار، لو يونت واحده من دي تو وير هاوس بي الكوست بتاعتها 4 دولار اند سو اون لغايه اخر التيبل. فكده كل الجيفن بتاعي جاهز. طب نيجي نتكلم مع بعض، انا خلاص كده الجيفن جاهز، ممكن يطلب مني اعمل سولفنج البروبلم دي. التيبل كده بالنسبه لي اللي هو مليان ارقام ده قدامي في الكباسيتي بتاعتي في الديماند وفي الكوست بير يونت يعتبر بالنسبه لي لسه فاضي امتي تيبل. طب امتى يتملي او هبدا اشتغل عليه ازاي؟ اول بقى ما ابدا استعمل وان اوف ذا تو تكنيكس اللي اتكلمنا عليهم النورث ويست او اللو كوست وابدا اشتغل على التيبل ده وابدا املي. سوري. وهنشوف مع بعض ازاي. طب هبدا اشتغل على التيبل ازاي لو قررت ان انا اشتغل بالنورث ويست كورنر ميثود. يعني ايه نورث ويست او نوت التيبل دلوقتي قدامي؟ فين النورث ويست بتاع التيبل؟ هو التوب ليفت هاند سيل او كورنر. يبقى هطلع عند اول سيل عندي اللي هي الانترسكشن هنا اهي between between A and D. دي كده طريقة ال north west corner، بتبدأ من أعلى سل فوق على ال left hand أو على الشمال. دي اللي ببدأ من عندها إن أنا أشتغل على التيبل وأملي، لأن كده زي ما قلنا كده التيبل بالنسبة لي لسه إيه، لسه فاضي. طب هبدأ وأملى الكلام ده إزاي؟ ببدأ هنا أقف عن السل بتاعتي دي، وبعدين أشوف أنا عند ال intersection بتاع A و D ايه الكاباسيتي بتاعت الفاكتوري دي؟ قال لي الماكسيمم او الفول كاباسيتي بتاعتها 100 يونت. طيب وماركت ايه محتاجه 300 يونت؟ انا هقدر اديها 300؟ للاسف لا. ليه؟ لان الانترسكشن معاها مع فاكتوري دي الماكسيمم كاباسيتي بتاعته 100. فلا انا هقدر في الوقت الحالي عند اول ستاب دي ان انا اديها ال 100 يونتس الايه؟ المتاحين عندي في الماركت في سوري الفاكتوري بتاعي دي. فهحط هنا الايه؟ ال 100 يونت. اللي حصل هنا ال 100 يونت دي خلاص استعملتهم كلهم. طب عشان ما يحصلش كونفيوجن ستيب باي ستيب واحنا شغالين في اي ترانسبورتيشن بروبلم، بعمل كانسليشن واشوف اللي انا استعملته وخلاص كده، خلاص ال 100 يونت دي مش فاضي فيها غير ايه؟ غير زيرو. طب اجي هنا الماركت هنا او الوير هاوس ده كان محتاج 300، للاسف انا ما اديتلوش غير 100.
طب هو كده حاجته خلصت؟ لا، ال 300 بتاعته لسه فاضله ايه؟ لسه فاضله 200 units، لسه ما حصلش عليهم الايه، الفاكتوري ده. مش طبعا الكتابة هنا على الباوربوينت صعبة شوية، فهنا للأسف مش هقدر اديله غير الايه، ال 100. هنا خلاص الفاكتوري ده ما عندوش يونت تاني، او الوير هاوس خد جاست 100 يونت من احتياجته. طب ايه اللي حصل هنا؟ لو رحت للانترسكشن اللي هو التاني ده بتوين بي ان دي، في اي يونت هنا ممكن اديه له؟ للاسف لا، لا خلاص هنا اوريدي الكباسيتي بقت زيرو. طيب بتوين دي وسي نفس الفكره، الكباسيتي بقت زيرو. طب عشان ما يحصليش كونفيوجن ممكن ايه، اقفل السال دي والسال دي، لاني للاسف مش هقدر اديهم حاجه. طيب اكوردنج للنورث ويست كورنر ميثود هعمل ايه؟ وانس ان انا بدات بالنورث ويست كورنر واوريدي هنا في رو قفل معايا، طب اول ما اقفل معاك اكوردنج للنورث ويست هبدا انزل داون وورد، يعني هسيب هنا وابدا اشتغل في ايه، في السيل اللي تحت اللي انا خلصتها. يبقى هنزل هنا هعيد نفس الكلام بالظبط، هرجع هنا الوير هاوس ايه كان لسه فاضل له 200 يونت، و فاكتوري اي هنا عنده ستيل لسه 300. هعمل ايه؟ هبدا اروح هنا اوتوماتيك. يا جماعه انا هنا لسه فاضل لي 200 وانا عندي هنا 300، هدي له اكسترا بالعافيه 300؟ لا، هو هنا ايه او وير هاوس ايه مش محتاج غير 200، فهبدا ادي له 200 بس، اللي هي الايه الاحتياجات بتاعه اللي انا ما قدرتش اوفيها في اول ستيب عندي، فاحط ال 200 هنا. طب تاني يا جماعه قلنا ستيب باي ستيب اللي احنا نخلص نقفل عشان ما يحصلش كونفيوجن في البروبلم. هنا كان فاضل له 200 خدهم كده، فاضل له حاجه؟ لا. يبقى هنا بالنسبه لي وير هاوس ايه تمام كده، والنيت بتاعته بقت زيرو. طيب هنا بالنسبه للفاكتوري ايه مكان 300 يونت خدنا منها 200، يبقى احنا لسه فاضل عنده حاجه، لسه فاضل 100 يونت. ده بالنسبه للايه الكيس التاني. طب تاني هنا ايه اللي حصل؟ في عندي كولم اللي هو هنا قفله بقى الاند بتاعته زيرو. طب لو رحت للسله الاخيره دي اللي هي الانترسكشن بتوين اف ان اي، في حاجه دي لها اوتوماتيك هنا بقى زيرو؟ لا، مفيش حاجه دي لها. طب عشان ما يحصلش معايا كونفيوجن هبدا اقفل الايه السل دي. طيب تاني اكوردنج للنورث بيست ماست، هو قال لي لو رو قفل زي ما حصل معانا الخطوه اللي فاتت بنزل داون وورد. طب هنا كولم هو اللي قفل، خلاص الكولم او العمود ده قفل معايا. قال لي وانس ان كولم قفل معاك في التكنيك ده ادخل تو ذا ايه ذا رايت سايد، يعني هبدا ادخل على الناحيه اللي تقابلني يمين. طبعا انا كله قفل وانا واقف هنا عند الايه السل بتاعه ال 200، فهبدا ادخل من عندها ايه تو ذا رايت سايد. هعمل ايه هنا؟ هبدا اشوف نفس الموقف ونفس الحوار، ايه اللي حاصل هنا؟ عندي 100 يونت موجوده عند فاكتوري اي، وير هاوس بي محتاج 200. للاسف هنا مفيش غير للاسف ايه 100 يونت المتاحين. هعمل ايه؟ هديله دلوقتي ال 100 يونت اللي متاح عندي، فكده عشان برضو ما يحصلش كونفيوجن معايا ال 100 خلاص دي قفلت وبقت زيرو. طب وايه اللي حصل هنا عن 200؟ خد كل النيدز بتاعته؟ لا للاسف، وير هاوس بي لسه محتاج كمان 100، لان هو كان محتاج 200 وانا امكانياتي ما قدرتش اديله غير ايه غير 100، وهنا خلي بالي قفل. طب تاني ال رو ده معايا قفل بقى زيرو، في حاجه اعملها في السال دي انترسكشن بتوين اي اند سي؟ لا للاسف مفيش، فبرضه عشان ما يحصلش كونفيوجن هقفل السال دي. طيب تاني اكوردنج للنورث ويست ماسبس، وانس ان عندي رو معين قفل زي ما عملنا في اول خطوه، هبدا انزل ايه، هنزل داون وورد. يبقى هبدا انزل هنا داون وورد للسال اللي تحتيها. هنا الانترسكشن بتاع اف مع بي، ايه اللي بيحصل هنا؟ هنا كان فاضل لبي 100 يونت وستيل لسه فاكتوري اف عنده 300، فتمام جدا هبدا ادي هنا على قد احتياجات اللي فاضل لبي. بي هنا كان محتاج 100 اللي ناقصين له، عشان برده ما مقفل اول باول، يبقى ال 100 دي خلاص قفلت معايا وكده بي خد كل احتياجاته. هروح ل فاكتوري اف اللي كان عنده 300، انا خدت منه بس 100 منها، ففاضل عنده ستيل ايه لسه فيه 200 يونتس موجودين عند فاكتوري اف. ايه اللي حصل هنا؟ خلاص زي ما قلنا وير هاوس بي خد كل احتياجاته وهنا الحوار قفل، هلاقي اوتوماتيك خلاص الكولم ده قفل واوريدي نورث بي زي ما قلنا كده بتبدا من اللفت توب
سيل وبتبدأ تقفل في الآخر داون عند الرايت. ايه اللي هيحصل هنا؟ هلاقي ان هنا warehouse محتاج الديماند بتاعه 200 يونت وفاكتوري اف عنده 200 يونت، فلاقي اوتوماتيك ايه اللي بيحصل؟ هيبدأوا يعملوا بالانس اوتوماتيك مع بعض. عشان كده قلنا شرط مهم جدا في كل مسائل الترانسبورتيشن موديلنج ان هي تبقى بالانس، يعني ايه التوتال سبلاي ايكوال التوتال ديماند. فاحط هنا 200 يونت، فايه اللي حصل؟ هيبدأ ال 200 هنا خلاص خدت النيت بتاعتك بقت زيرو، واخر 200 يونت كانت فاضله عندي فاكتوري اف بقت زيرو. يبقى كده البروبلم بتاعتي خلصت. يبقى انا كده وزعت بالانس البروبلم. قبل ما اشتغل اتاكدت ان التوتال ديماند بيساوي التوتال سبلاي. النورث ويست ميثود بتشتغل من الكورنر بتاع النورث ويست او اعلى سال فوق على الشمال، ببدا اشتغل واملا اكوردنج للايه؟ للكاباستي ولل الديماند بتاعي اوتوماتيك. عشان ما تقولش انا بحط الرقم الاصغر ليه؟ لان لو الفاكتوري هو اللي عنده الرقم الاقل اوتوماتيك فالانترسكشن بتاع السيل دي خلاص الفاكتوري ما عندوش برودكشن غير كده. لو الوير هاوس هو اللي رقمه اقل او الديماند هو الاقل فخلاص الماركت مش محتاجه غير الكم ده، فمش هديها اكسترا بالعافيه. فبالتالي اوتوماتيك عند كل ستاب بحط الرقم الاصغر ده، ببدا اقفله او اصفره ويبقى زيرو، وبقفل الكولم او الرو بتاعته وببدا شفت بالطريقه اللي احنا قلناها. لو عندي رو معين قفل ببدا انزل داون وورد، لو عندي كولم معين قفل ببدا ادخل ايه على الرايت سايد. اوتوماتيك هلاقي المساله في الاخر قفلت كلها مع بعض وبقت زيرو زيرو، لان هي بالانس بروبلم. التوتال ديماند بيساوي التوتال سبلاي. اخر ستيب ناقصه عشان تبقى خلصت الترانسبورتيشن موديلنج يوزنج النورث ويست، هحسب بقى المينيمم توتال ترانسبورتيشن كوست. هحسب الكلام ده ازاي؟ بالنسبه لي الجدول ده كان فيه 9 سيلز اللي هو انترسكشن بين الثري كاباستي والثري وير هاوسز. هاخد بس السيلز اللي انا مريتها. يبقى انا هنا نقلت 100 يونت من فاكتوري دي لوير هاوس اي. طب الكوست بير يونت كانت 5 دولار، يبقى هبدا افتح براكت اول كوست عندي 100 يونت تايم 5 دولار بلس. بدات انقل 200 يونت فروم اي تو اي، يبقى بلس 200 تايم 8 دولار بلس. نقلت كمان 100 يونت فروم اي تو بي، يبقى 100 تايم 4 دولار بلس. نقلت كمان 100 فروم اف تو بي، يبقى 100 تايم 7. اند فاينلي بلس، وافتح براكت جديد نقلت كمان 200 فروم اف تو سي، وابدا احسب الكالكوليشن لكل ال 5 ايكويشنز اللي انا عملتها دي عشان تطلع لي التوتال ترانسبورتيشن كوست يوزنج النورث ويست ميثود. هنا طبعا شرح البوينت دي بس كانت طبعا يعني ابسط في الشرح ان انا اشتغل على بروبلم على طول عشان الحوار يبقى واضح قدامي. فهنا سمري اللي احنا قلناه، يبقى النورث ويست كورنر ميثود بتبدا في الابر ليفت هاند سيل اللي هي النورث ويست كورنر. هبدا اعمل ايه؟ اكزهوست سبلاي او الفاكتوري كاباسيتي اوف ايتش رو بيفور موفينج داون تو ذا نيكست رو، ذن اكزهوست ذا وير هاوسز او الديماند بتاعي او الريكويرمنت اوف ايتش كولم بيفور موفينج تو ذا نيكست كولم. Check to ensure that all supplies and demand are met. يبقى لازم لان البروبلم اوريدي بالانسد، هتبدا في الاخر زي ما شفنا مع بعض تقفل وكل الحاجات تتوزع. هنا بقى الخطوات دي اللي احنا عملناها، ان احنا وزعنا ال 100 from D to A، وزعنا 200 from E to A، وزعنا 100 from E to B، and وزعنا 100 from F to B، and finally 200 from F to C. ناقص الخطوه الاخيره اللي احنا قلناها ان انا هبدا احسب total transportation cost. ايوه الطريقه اللي احنا مالينا بيها بالظبط، بس كانت احسن ان انا ايه امشي معاكم خطوه بخطوه، لان هو طبعا هنا جايب الفاينل تيبل لكن ما مشيش معانا خطوه بخطوه. وكل ما قفل او ملى سيل معينه قفل انهي رو او كولم واتحرك ازاي، فدي وضحت معانا في الخطوات اللي احنا مشينا عليها. كده وصلنا لنفس التيبل اتملى بنفس الطريقه والخطوات اللي احنا اشتغلنا عليها. فاضل الخطوه الاخيره اللي هي ايه؟ التوتال ترانسبورتيشن كوست. يبقى انا هاخد 100 تايم 5 بلس 200 times 8 plus 100 times 4 plus 100 times 7 plus 200 times 5. Calculation الكلام ده كله هيطلع لي ال total cost according لل north east corner summation بتاع كل ال 5 cells او ال 5 units بتاعتهم في ال cost per unit، هيطلع لي 4200 dollars. ده كده الايه؟ ال initial feasible solution. خلي بالنا طبعا transportation ليه advanced techniques، ان انا بعمل test برضو على ال solution بتاعي عشان اتاكد ان ده البست، بس احنا دلوقتي بناخد الايه؟ البيزك او الانيشال سولوشن بتاعت البروبلم نفسها. ده اول تكنيك عندنا بتاع النورث ويست كورنر مثلا. طيب لو خدنا نفس الكلام وبدانا نطبق الكلام ده بقى على التكنيك التاني اللي هو اللوست كوست ميثودز، التكنيك تقريبا هو ماشي بنفس الميكانيزم مع اختلاف بقى الطريقه. النورث ويست كانت بتبدا دايما من السال اللي فوق على اللفت هاند او النورث ويست كورنر او النورث ويست. اللو كوست اكوردنج للتايتل بتاعها اسمها بتبدا بقى
بأي مكان بقى راندم اكوردنج ان الكوست فيه، قصدي بقى الكوست قصدي اللي هي الترانسبورتيشن كوست بير يونت. يبقى التكنيك التاني مش هيمشي في سيستم معين ولا هيبدأ من فوق بشكل معين وينتهي في مكان معين، لا هيشتغل اكوردنج ان اقل كوست موجوده فين في الاوفرول تيبل بشكل عام. بعد ما يخلص يملأ اقل كوست فيها هيروح للكوست الاعلى شويه. لو عندي مثلا كوست 1 و3 و5 يبقى هبدأ بالكوست ال 1 دي اقل كوست بالنسبه لي، هملاها واقفل السيلز بتاعتها وهنشوف ازاي. ثان هروح للكوست الاعلى شويه وات ايفر كانت فين، بعيده قريبه منها ما عنديش مشكله، هبدأ منين ولا هقفل فين قد ما انا الكريتيريا بتاعتي هنا في اللو كوست ميثود ان انا ابدا من اقل كوست في الاعلى في الاعلى لغايه ما اوصل لاعلى كوست موجود عندي في التيبل. لو خدنا نفس الاكزامبل اللي كنا شغالين عليه عادي خالص وبدانا نطبق عليه الكلام ده، فهنا بص هنا ايه، شفنا التيبل كله الكوست عندي هنا 5 4 3 8 4 3 9 7 5، فخدنا اقل كوست اللي هي 3، في هنا 3 و3 فممكن اشتغل رو باي رو عادي لان ده انيشال سولوشن مش هتفرق قوي ابدا بانهي لو كوست ما دام هما ذا سيم كوست. يبقى انا خدت الايه اقل كوست اللي هي 3، هعمل نفس التكنيك بالظبط. هنا الفاكتوري دي عنده 100 يونت وعندي وير هاوس سي محتاج 200، للاسف انا ما عنديش دلوقتي متاح غير 100 يونت، وزي ما قلت برضو احاول كل خطوه ان انا اقفل اللي انا خلصته هنا خلاص بقت زيرو فاوريدي الايه الرو ده قفل. طيب ال 200 دي خدنا منها جاست 100 فستيل لسه عندي ايه وير هاوس سي لسه محتاج 100 يونت تاني الديماند بتاعه. طيب بعد ما خلصت الجزء ده او ستيب دي همشي قلت ماي راندوم لسه لما التيبل لسه الحاجات المتاحه عندي في 3 و4 و8 و5 و7 و9، يبقى لسه في 3 تانية لسه ما اتقفلتش او ما حصلهاش كفر فهبدا اروح لها. هنا عندي ال 100 وعندي 300، طبعا هحط الرقم الاقل اللي هو ال 100 هنا هتبقى 0 وال 300 هتبقى فاضل عندها لسه 200، وهبدا اشوف ايه اللي هيتقفل معايا. هيتقفل طبعا هنا الايه الكولم لان طبعا ال 100 دي بقت 0 وال 300 ستيل لسه متاح عندها او فاكتوري ايه لسه متاح عنده 200 يونت. يبقى هنا لسه في ايه 200 متاحين، يبقى دي الخطوه الثانيه وهبدا اكمل بنفس الطريقه لغايه ما التيبل كله برده هيقفل. وانس برده ان انا عندي نفس الكونديشن البروبلم بالانسد، بس هنا البوينت ان ايه ان ممكن التيبل يقفل في اي مكان. يبقى انا برده نفس الفكره بس انا ممكن اقفل في اي وقت. يبقى هنا خدت ال 100 فهنا اتقفل معايا رو، مش هروح بقى تحتيه او امشي على اللفت او امشي داون سايد، لا انا هشوف اقل تاني كوست موجوده عندي واشتغل عليها زي ما كده اللي هي الايه ال 3، فهبدا اشتغل على الايه ال 3 اللي بعدها زي ما قلت كده اشتغلت عليها. فهنا اللي بقى عندي طبعا خلاص قفل، قفلت الكولم ده لانه هنا اوريدي كان بقى 0 وال 300 بقت 200. طيب فاضل عندي كده 8 و4 و9 و7، هبدا اخد مين بعد كده؟ تمام هبدا اخد طبعا اقل كوست في الاربعه دول اللي هي الفور، وهبدا اشوف ايه الارقام اللي كانت باقيه عندي في السيلز بتاعتي وابدا اوزع طبعا على الفور دولارز، احط الرقم الاصغر فيهم واشوف الكولم ولا الرو هو اللي ايه اللي هيقفل معايا. انا خدنا فور اديني له 200 اللي متاحه عند اللي محتاجها وير هاوس بي، وهبدا اقفل الايه طبعا هنا كان فاضل بس 200 عند فاكتوري ايه لان اوريدي كنا واخدين اصلا 100 هنا زي ما احنا فاكرين في الخطوه اللي قبلها. فكده خلاص خلي بالكم بص الخطوه دي عملت ايه، قفلت كولم ورو ما عنديش مشكله. ليه؟ لان هنا بقى 0 ال 200 هنا بقت 0 فقفلنا الكولم، وهنا كان اوريدي فاضل 100 بس سوري كان فاضل 200 من الخطوه اللي قبليها فخدت 200 كمان ففي الاخر بقى 0 فقفلت رو ما فيش مشكله. طب اوتوماتيك هنا ايه اللي بقى اخر سيل عندي اللي بقيه لازم الاقي فيها ايه، لازم الاقي الحوار بالانس. يعني هنا بص الاقي ايه وير هاوس ايه الكميه اللي محتاجها 300 وفاكتوري اف الكميه اللي عنده 300، فهبدا احط الايه ال 300 والجدول هيقفل كده. ده بالنسبه للتكنيك التاني بتاعه اللو كوست ميثود. اخر خطوه عندي نفس الخطوه اللي عملناها في النورث ويست ان انا هبدا احسب التوتال ترانسبورتيشن كوست او المينيمم ترانسبورتيشن كوست. نفس الطريقه هروح للسيلز اللي انا مالتها بيونتس معينه واضرب كل كوانتيتي في الترانسبورتيشن كوست بير يونت واطلع التوتال كوست. هنا مليت 4 يونت ال 100 اللي راحت من دي ال سي والكوست بير يونت كانت 3 100 تايم 3 بلس 100 تايم 3 الثانيه بلس 200 تايم 4 بلس 300 تايم 9 تايمز 9 دولار، واطلع التوتال كوست بتاع الكلام ده كله. طلع لي هنا ايه
$4,100. فخلي بالنا دايما التكنيك بتاع اللو كوست هتلاقيه دايما في معظم البروبلم بيطلع التوتال ترانسبورتيشن كوست اقل شويه من نورث فيست. ليه؟ لان هو معتمد على التكنيك ان انا بعتمد اللي بيوصلني لنفس الاوبجكتيف، ان انا عايز اوصل في الاخر للتوتال مينيمم ترانسبورتيشن كوست. فالتكنيك ده بيعتمد على نفس الطريقه فبيوصل في الاخر فعلا لكوست اقل. ده كده بالنسبه للتو تكنيكس بتوعنا بتوع الترانسبورتيشن موديلنج، النورث ويست كورنر ميثود واللوست كوست ميثود. طب قلت شرط مهم جدا من اول الترانسبورتيشن بروبلم، يبقى المسائل عندي بالانس. يعني ايه؟ يعني التوتال ديماند والتوتال سبلاي ار ايكوال او في اكليبريم في البروبلم. طيب لو اي مساله زي ما بيحصل في الريل لايف لقيت ان انا في ان بالانس بتوين الديماند والسبلاي، يعني السبلاي عندي مثلا 1000 يونت لكن الديماند 900 او العكس، يبقى في جاب بين السبلاي والديماند، ده اكتر من ده او ده اكتر من ده. للاسف دي مشكله بتقابلني في الترانسبورتيشن موديلنج، لان مش هقدر اشتغل بنفس التكنيك اللي احنا بنعمله. التيبل مش هتبقى بالانسد، المساله مش هتقفل في الاخر ومش هتعمل الزيروز اللي بتظهر في الاخر. طب ايه الحل؟ لو قابلتني بروبلم السبيشال كيسز دي اسمها الان بالانسد بروبلم. طب مضطر احط كده حاجه زي هايبوثيتيكال او اسامبشن، او انا ارجع البروبلم تاني بالانسد، وفي نفس الوقت الحته اللي انا عملتها از دامي سولوشن دي او حل وهمي اوريدي هتختفي مع الستبس بتاعت الحل. يبقى تاني السبيشال ايشوز في الموديلنج، يبقى عندي مساله امبالانس. يعني ايه امبالانس؟ لما اجي قبل ما احل البروبلم اجمع التوتال ديماند بلاقيه نوت ايكوال للتوتال سبلاي. طب ايه الحل ساعتها؟ لازم ارجعهم ايكوال. ففور اكزامبل لو لقيت الديماند عندي مثلا 800 والسبلاي 700، مضطر احط زي دامي سولوشن 100 اللي باقيه دي عشان ارجع المساله تاني بالانسد والاقي الديماند والسبلاي ايكوال. بس يبقى انا هحط هشوف اللي ناقص عند مين بعد ما احسب الديماند والسبلاي. اللي ناقص عند السبلاي هحط مثلا كولم زيد واحط الكميه اللي ناقصه. اللي ناقص عند الديماند هحط برضو رو او كولم حسب الديماند فين بالكميه اللي ناقصه، بحيث لما اجي اجمع تاني الاقي الايه الاثنين بس. وهشتغل باي تكنيك عادي ويذر نورث ويست او لو كوست لغايه ما اوصل ان انا اقفل البروبلم عادي وتتصفر معايا، والاقي اوريدي ان انا هحط الكوفيشنت او الكوست كوفيشنت بتاع الكولم او رودا كله زيرو، فاوتوماتيك الكوانتيتي اللي انا حاططها زياده او الضمي او الوهميه او الاكسترا دي في الاخر لما اجي احسب التوتال كوست هتتضرب في زيرو تاني. فانا حطيت 100 عشان اعمل بالانسنج للبروبلم في الكولم الزياده ده، وكل الكوفيشنت كوست او الكوست كوفيشنت بتاعته زيرو، فاوريدي الاقي ال 100 في الاخر وانا بحسب التوتال كوست اتضربت في زيرو فاختفت معايا تاني، فالاقي ان الانسر او السولوشن بتاعي رجع لنفس الارقام العاديه. يبقى السبيشال موديلنج زي ما قلنا ممكن يتطبق على الحالتين، على النورث ويست او اللو كوست. هنا بصوا لما عملنا سميشن للكباستي 250 بلس 300 بلس 300 طلع 850، لكن لما جينا هنا نحسب الديماند 300 بلس 200 بلس 200 هنا عندي التوتال اقل، هنا جاست 7 100، فهنا في فرق 150 يونتس ازيد في الكباستي بتاعتي او في السبلاي عن الديماند. فعملت ايه؟ بدات هنا ادخل دامي كولم في الجزء الخاص عشان يعوض الجزء بتاع السبلاي بالكميه الناقصه، بحيث اني لما ارجع احسب التوتال بتاع السبلاي والديماند يطلعوا بالانس. فهنا حطيت ال 150 اللي كنت محتاجها عشان ترجع البروبلم بالانسد. فكده لما اجي احسب الايه الفور كولمز هنا والثري كولمز هنا يطلعوا الاثنين 850. هبدا هنا اشتغلنا البروبلم او الطريقه دي في السبيشال موديلنج نورث ويست، نفس التكنيك بالخطوات بالظبط. هبدا من نورث ويست كورنر هملاه، هنا هيبدا يقفل معايا الرو، هبدا انزل داون وورد، هبدا املى واشتغل اوتوماتيك، همشي على نفس الخطوات عادي. وات ايفر في سبيشال موديلنج ده استعملت نورث ويست او لو كوست نفس الطريقه بس، لغايه ما عادي هقفل في اخر سيل عندي. بصوا ايه اللي حصل هنا، هتلاقي ان ال 150 نفسها مالها اتحطت فين؟ اتحطت اللي هي الاوريدي انا كنت حاططها زياده او الضمي، اتحطت اوتوماتيك فين؟ في الكولم اللي هو الكوست كوفيشن بتاعته زيرو. فهتلاقي ان ال 150 اتضربت في الزيرو فاختفت تاني، فكان ال 150 دي كانت محطوطه بس عشان تعمل بالانس البروبلم. وانس ان انا حليت البروبلم باي تكنيك وخلصت، الفاليو دي هتختفي، هتتضرب في الكوفيشن كوست زيرو، وهترجع البروبلم عادي بنفس الريل فاليوز او الاكتوال فاليوز اللي انا شغالها. ده كده برضو الفكره بتاعت الايه السبيشال مودلز، لان ممكن الاقي في الواقع فعلا دايما السبلاي والديماند فاليوز مختلفين، فعشان ابدا اشتغل اي بروبلم مع اختلاف الكوانتيتي بتاع السبلاي والديماند ازاي اعيد تاني البالانس للبروبلم وابدا اشتغل عليها وارجعها لحاله البالانس، واستخدم دامي كولم او دامي رو اعوض فيه
الكوانتيتي اللي ناقصه لغايه ما تختفي معايا تاني اوتوماتيك في حل الستبس ده. فده كده الايه التوتال كوست بتاعتي عادي، والزيرو هنا زي ما قلنا كده زي ما قلنا هو ال 150 اتضربت في زيرو، فكانها اوريدي مش موجوده معايا، وطلع لي التوتال ترانسبورتيشن كوست هنا ايه 3350. ده كده بشكل بسيط الفكره بتاعه الترانسبورتيشن موديلنج، اهميتها في البيزنس، ازاي الاوبريشن مانجر يوصل للمينيمم ترانسبورتيشن كوست يوزنج اي تكنيك من النورث ويست او اللو كوست. بشكركم، ان شاء الله هنعمل لكتشرز جايه للبروبلمز التانية اللي احنا هنتكلم فيها. شكرا.